بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل لبب قول إي تضباطن يكوبات تضباطن حلب نصوم رسومه باب وحن نكسو جر كتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به وحباب هاي استحباب النزول دقيت إن لا تشعلي هاي شرعا لا تشعل يستي بالمحصب ماشي لا يلدقو قرما لدقا هيا ولا تشعلي هاي ماشي محصب لا يلدقو إن لدقو يوم النفر مالك لا قصو ضرر منا يو الصلاة به اللي قلت كذو ظهر كي عصر كي اللي قلت كذو يوحي لا أوذو إن السنة هاي يا إلا تشعلي هاي إن كلا يا خلاف كيسكو خلافين صحابة وقضية دايا دا محصب ناوى إن حال الصومر يا بطحاء إيو أبطحي محصب وإسكوميت أقول لك أن داع السنة مركب من الله قصو الضريرو لبدا قوة بذي حميدي كاقبانايا ودحي لاكتو أما وادقو أما تقو كداع الشري حق وليبا مكحيقة. حدثنا محمد بن مهران الرازي أبو جعفر قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني عن معمر يعني ابن راشد أبو عروة اليماني عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطحاء. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر نبي قال يا أبو بكر وعمر يا عمر وخليفة اللبادة كانوا وإن هاي ينزلون كويت دقة الأبطحاء دحدا أما قالها الله تيدق الشرين. حدثني محمد بن حاتم ميمون البغدادي حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا صخر بن جويرية التميمي عن نافع مركز صخر بوح متابعين يا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان وحوا يرى كوارك التحصيب دحدا إلا دقة أما قالها الله تيدقه والله قال يستو أما الذي حيستو سنة سنة وأركي جري السو وكان يصلي وحوار وحامد كتو كذا الظهر ظهرك يوم النفر مالك من اللقص والضريرة سيد حتمنات مالك سيد حتمنات يا متشريق قدام بي من اللقص والدقاق وحو كتو كان جري بالحسبة أي المحسب أبطح يا محسب يا حسبة وأسماء لشيء واحد. قال النافع وحور قد حسب رسول الله والخلفاء بعده قد حصب وحديث أما قالها الله تأي تموح فريز تأيود دقي رسولك إلهي إيه والخلفاء بعده يخلفاء كدن بيس أبو بكر عمر عثمان علي إذا مرك وطريق الأنبياء وصحبه ويقد يضع أيضا خلفائه أيو نافع نوش جي. طيب حدثها بكر نبي شيبة أبو كريب رانا دي من عمر با واللقسوة تبي أسوق مرفوعة نبي محمد أبو بكر عمر با وحيدق الجرين الأبطحة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد العلاء قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هيدا وحيدق نزول الأبطحي دحدا إلا دقا ما قالها ما ماشي لا تكب التعدي كد دحدا إلا دقو ليس بسنة سنة واجباء معها أما سنة مقصودة معها نينك لكن النبي قال دقون كقد ينها هي ويوفي عن تهاي لكن سنة مقصودة لو قصد ما هي تلو يدين إنما نزل رسول الله رسول كلاه أم بعد دقي لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج ويدين سدا سيل هذا لأنه محصب كما أبطح هذا كان وحوا أسمح متك أسهل أي أسهل متك أسهلا لخروجه بحيتان كيسما كمره كبح إذا خرج من مكة إلى منى إلى المدينة عفوا مركم مكة كبح هاي إيه مدينة وجهيسن هاي إلى النبي مركم ماشي قد دقي وكفرتي مكو آذي وحسوس مي طواف الوداع كدبنا هل كاسو قد قوم مدينة كآذي جدك أتوبيها أها النبي أرونا حاجة واسعة عن ماذا يا إن لقرت ولا قد يرجع ولا قد جورة كدبنا لوجهيست هل كاي مدينة أيو ماشي أقرونايت توبيو آه توبيون بهاي وحكالي مجر النبي وكم باقي هو يدين لذا طيب نزول الأبطح ليس بسنة وإنما نزل رسول الله لأنه كان أسمح أسهل لخروجه لخروج النبي إذا خرج من مكة
إلى المدينة. وحدثنا ابن عمر إنه سنية هاي بوارك هاي وأنك صومر ري وابن عمر هو شاين سنتين وأرك وأنك صومر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث يعني ابن طلق النخعي وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي ابن صومرتين حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا يزيد بن زريع البصري حدثنا حبيب المعلم حبيب بن أبي قريبة إن بضم بين الصمودات كان حبيبه حبيب بن أبي قريبة المعلم أي الله يقانه أبو محمد البصري كلهم جماعة وحفص بن غياث إيو حماد بن زيد إيو ذاتك حبيب المعلم كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سنة قد صمرتين كتبيين مثله أصوى وكله ومرك هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نزول الأبطح ليس بسنة وإنما نزله رسول الله لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم مرك معمر روح عن صمر أصوى عن أيوب عن نافع هنا نوى معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن سالم من أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطحاء حمقنا النبي يقول إنه أقصد أبو بكرنا وكفهم النبي إنه أقصد عمرنا وكفهم ابن عمرنا وكفه إنه قصد النبي يقول الدقي أو إسن أهين ليش إنه بتوبية أما إسكوا ناكسنا إسكغفوا رأيسن أهين أن أبا بكر أبو بكر وعمر عمر وابن عمر عبد الله كانوا وحياها ينزلون كوي الدقي هذا يسوى حجيان ويمالين كصدح يطبنات كدقاقيان منه مدينة وجهزنا يان الأبطحة دي حذا أما قاله يدقي جرين. قال الزهري وحول محمد شاب الزهري وأخبرنا عروة بن زمي عن عائشة صدوك سالمنا وإتبي حديثك وأبيه بيقت بيي يا بكر يا عمر وحكوا له إتبي حديثك عروة بن زمي عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك عروة وحوشة يقع عائشة وحوشة إنه سنسمين جرين. وقال ضوحينا تجري إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الأوام الدقي لأنه كان منزلا بوص بو أي قوب أصبح أسهلا لخروج نبي بحديث أرون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحام إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبد إذن قد ورقي مين دقين بهات ورما دقي سان مرة بص يسار راتان يمر الذي ينسيه وذي مرة أردان وإيه طيب نيكو اسكود حتى هدو إنو دقماش هدو ورما يوفقان وابن لدقين هاي جيد كي وهيوية مرة هاي طيب سألكوا يربب عوي سألكوا يربب عوض كي كير ببعية مركا مسايد ودوا بنيه مثل كي خايف من سعد بكر لسان أكتيس مثل بكر لسان حقا من مد باشيرة مركا لكن ماشي للربي هذا ودوين ولا يعها يوي طيب مركا اسكوا هذا. حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحام إبراهيم وابن أبي عمر عدل وأحمد بن عبد واللفظ لأبي بكر لفظ أن شيء دوننا أبو بكر بن شيبة لفظ يسوى يمره يسوى يماءها وذاديه كلا إسحاق ابن أبي عمر يا أحمد. حدثنا صهيب بن عيينة عن عمرو دينار عن عطاء بن رباح ورواية تابعين عن تابعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس وحويل ليس التحصيب إلا الدحي استأمر الله قال يستوك لها للدقام ماشى الناس كيتموا حلال دقوا كدعوا ليس بشيء ليس بسنة ليس بشيء ليس بسنة إنما هو منزل نزله رسول الله وقبو نبي قفرطيه هدينين مصافر والسعودة ماشوا قلبه كفرا ماشوا أرهم بسكدق هدي أود بعسن حولها تشرب كودي يؤدن كودان أرهم أضغونا عن قضحي وحكتاقان وكدلها يان لهين إيو وحسود تاقان دقاح فراح كوقلا هالقاسان أقرون هدي مكوار دقاح لي وابور لي واتقانا هذا سيل لو عن هاي لو ذي لو تبين هاي وحي الله قصور ربي مركور رجح فدي هاي. حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة وزهير بن حرب بن جميعا عن عيينة رضي الله رحمه الله تعالى قال الزهير سوحوير زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي في حديث سعود حدثنا سفيان بن عيينة مرهين عن ابن عيينة وحور حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان الغفاري عن سليمان بن يسار الهلال عطاء والكيوي سليم بن يسار الهلالي عطاء بن يسار الهلالي قال حول سليمان قال أبو رافع القبطي مولى رسول الله الصحابي الجليل لم يأمرني رسول الله رسولك إمام صنفرين أن أنزل إنا أن تقول الله أبطح ماشا محسب لي أما حسب لي هذا حين وقتك خرج من منا نبو مكمنك السبحة هاي هل كسفر جديدك
هل قاسينو دقينا نبي ويمرهم بول ولكني جوت أنا إمد فضربت فيه قبته محسبا وحان كردي سي نبي قتين لديس فضربت فيه وحان كردي سي ونكو قراعي قبته وتين لدي نبي ومركو ودي صفر قادن جريبا نلقى وقردس فجاء نبي وايمد منه كي إمد أصغل صوت ورطي مدينة مكان أسعودة فنزل وادي دور كي بكتو كذا عصر كي بكتو كذا قال أبو بكر سو حيري في رواية الصالح أبو بكر نبي شيبة مركو حديق عن طريق الصالح مكيسان كورنا يحيري قال سمعت سليمان يسار بان مقلي يعني صالح مكيسان باورن هيا سمعت سليمان يسار وفي رواية قتيبة حكجرت قال عن أبي رافع ومرهن قال أبو رافع وكان أبو رافع وحوها على ثقل النبي نبي جيد كيسو ودي عليس كنبي ودي علابت إيو رضا إيو هريدة إيو عليس كلا مسافرك قوة أيو ودي وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغون قد كرنا إنسان أثقل وجمع أثقال بلغ جمعية مركا متاع ذي علابت قوة توقفكم مسافر كأه هي أثقاش اللوجدة ما ثقل كاللوجدة أسمع مركا علابت سيق هذه دروح الصوالمين صعصو وديرانية مركا جيد كعليس كودوين إلا سيهر مري أبو رافع وهو شام مسؤول كأها إذن ابن عباس يهويد عائشة وحيث هو وافقين إن إلا دقميشة محسبة ما تحسيب كؤوسنا هين سنة مقصود نبي عليه الصلاة والسلام وقستي سيؤجيدة ودقي أبو رافع وحيلي إذن أنم بامبيش كفر نبي هل كاقي إمردهين هل كاقي إمردهين طيب لكن ما كان ميل كسو كيستو لا دغو يو نبيو يفراي ميل ما كان كسو كيسين لا دغو كديبنا هلكا لا دقهو لا سو دواف الوداع لا سو سمي دواف الوداع كيسو غوتس كديبنا مدين لا ادو وهبينك هلكا لا بريو ميشي مركا انا هلكان دورت نبيو نوغا دغاي طيب اذا بنكاس ابو رافع وش اسو ما انفع تقريرك ونبيو كسوغي با كوغو فيلان او ابن عمر حجه وركا كو نكون مايو أنا هلك دقي ولكن ما في عنا ككعب النبي قديه لا هذا يسون روني إذن إنه النبي كوجا هوشا كوجا أن الداعي واجد دمنا خلفه الدقي شرين أي ابن عمر حتى أوقفلا فهمك أي فهمين عايش ابن عباس وحد مدين وكفي عيني أي فهمك الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون حدثني حرملة من يحيى التجيبي أخبرني وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نبي حوري ننزل غدا برتوحان الدقينا ننزل غدا برتوحان كفرنا إن شاء الله رب هدوي لهذا بخيف بني كنانة قشي ريب بني كنانة خيفك ورنبع السلكيسو خيفك هو ميشو وادينا كسر رئيسة قوغنا أنجارش سنين أنكو رنبع عن رهانو أوكالو دادك قوغا قوغا مكالكسو دادكو فرقنا عن حوص لغو دعين لاغتا عن حوص لغو دعين قوغنا لغسو تغو رنبع عاكورا لغي مادو مي نيكي سومنا مبولار كيبا قرن هاي ميل حوو دحو أولو يرفرنك ولدهي كراح تلغو لغوين كريليدا انتان حوص لغو دعين لاغتا وينو اللي ماشي بورلي أما قول أو حكاد الله بيمرين باكاد الله بيمرين كميل هكو الرئيس قوي نكسو سكو نبع قرآن هين يدحظ عن هين بالجدا خيفك خيفك أسر كسوام وانبرتفع من المسيلي ونزل من الجبل وهي قوة كسوه سيئة من حدر من الجبل وارتفع عن المسيل بالجدا بيمرين كوحي ككو الرئيس كان سوه دادق نكسوه كان سوه سكية قوة حقيس مركن ننزل وغدا بريته وحنو دقي دونا إن شاء الله تعالى هدو ربي لنا بخيف بني كنانة وقرمة بريو حنو دقي لبا قرمة نبي عليه الصلاة والسلام مالك فتح مكة نوايري وحنين أسي بحايي وهل كاسو كسي نستي يوم حجة الوداع نوجي مركن منان نبي كسو ضريري مركن منك يمد حيث ماشي تقاسم على الكفر أي قال لما اسكت عرصاده خيف بني كنان لغو شيغا هينا ومحسب كان تحسي هلكن وي ويسي سارين والله اكتكور كيدا ميش بيهم مرة هين قبي قيدو ويقوغنا كسو كيسو ميل سمان طيب
مركده والا بدناي دخدن ان دغا ين مشا دغا انتو با والا لها حيث ماشي بانو دغي دونا تقاسموا ايسكو دارسدين اما كو هشيين اما اي كو بلبن على الكفر قالنمو ان نبي محمد يا ال كيس لاغوي ايسكو دارسدين قريش. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الاوزاعي عبد الرحمن عمرو الاوزاعي ابو عمرو حدثني الزهري حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره قال قال لنا رسول الله ابو الروحوري رسول قال وحنوي ونحن بمنا نقول من الشوقنا وحنوي نحن نقول نازلون غدا بالروح عندنا ان شاء الله وقرمه ومانك الله بيتوبنات مانك الله بيتوبنات امنا أي نبي وحوري بريتو حاندقينا خيف بني كنان بخيف بني كنان رهيب بني كان قشو دي أما الله بكو دي أما بنبعو دي من دقينا حيث تقاسموا على الكفر إيش يسكو دارسدين أما يكو هشيين أما يكو بلمين قال لي مو يو دين حمو وذلك أرن كاسو فسر يا صحابي أبو هريرة حيث تقاسموا على الكفر داسي أن قريش قريش يو بني كنانة إيه بني كنانة قريش و بني كنانة وي لكن حلو جدا قريش يو قليه كره ريب بني كنانة قريش هاي قريش و لقب كي فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة أبتر قوات قرنة يساهم فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة وي كنانة دا سمركة هدي وحاسكو يماد قريش يو قليه أن قريش هاين وأولو سكو يماد مركة قريش يو قل لك لو ريب بني كناو لكن ان قريش هين او غازنا اي وداغان بو خي كوشيين ان قريش وبني كنا وبني كنانة تتحالفت وهي اسكو غاشان بورصتي جيل اسكو نوقدين على بني هاشم وبني المطلب ريب بني هاشم يو ريب بني المطلب مسلم وكافر مسلم كودي قال كودي اسلا غويين ما خي كوشيين اما اسكو دارسدين أما يسكب بهايستين على الله يناكحو من يسن أقورنين كان قرسن مينو ربنا هاشم ربنا المطلب أنا قورن مينو ولا يبايعون وحبانا كي إبسن قناع سنة مدح مري كان قذي مينو نقال إبسن ما كان إبن مينو ورواية أحمد ولا يخالطوهم من الديها إنو سؤمن مينو وحجرون رحمة رهاية يا قناعسي يا قور يا وحط لما منا مجرد الديه قول إلى حتى يسلموا إليهم رسول الله إلى النبي أنو دبتان بيده إلى النبي نقصه ورجسان وحاوي وحين رحمة رهاية أطل نماء أما ولا النماء أما حقال نماء أما قعال نماء من مجرد وحول بوقتهم بيع قور إصدح قل سؤماشو سلام نقام رضا حيث يعني بذلك النبي أرنك وكوضا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة وحوجد المحصبة المحصبة طيب إذن رواية أبو روحي ديدة إساها ورك أبو إيه أبو رافع أبو رافع نبي إما أمر ورنتي لكن نبي إلا الدقه يوسيقى إنو أبو رافع سوء السعود هل كفران دون نبي هو أقى أصول لك حوي إليه نبي إما أمر بكوي لكن نبي ما ننكور بصيش إيه سيدي بدر مالك اللي جوي ربريتو هبل هالكاس هنديك الدونا هبل هالكاس واسوي حنيا وين قول الدونا هبل هالكاس ماذا حلوق طور الدونا إذن ووحي حنو حجنا يا إنه مقصود هي هاي كابن عمر وكما فهمه الخلفاء الراشدون رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شباب بن الصوار المدائني حدثني ورقاء ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال منزلنا بوس كانوا كفرا دون اندقدون وحوي إن شاء الله رب هضو إذمه إذا فتح الله مك إله النوفر مكة الخيف ولابك أما وحوي مشى الدحدة حيث ماشي تقاسم على الكفر حيث تقاسم على الكفر أحاديث وحب بدنهين يوم حجة الوداع إن إيتاي حابتك أو شاء أو تقري تنوي سوان تايو في الصحيح بيكوت مد. ولذلك يدار قدن وحجري وغريب من حديث أبي الزناد عن الأعرج في أطراف الغرائب رقم كشنك الله بقول لحدن يسديد
يعني حديث كاني من حديث أبي الزناد عن الأعد وغريب، لكن هو مشهور من حديث أبي هريرة من طرق أخرى. الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم والحسين وحيسكوا وافقين إن قصة أصل كذا لوريو قصة أصل كذا إني ورشان وآه حلقة إسقاشان برصدنا إسبهايستين قريشي ريبني كنان قوينت النبي محمد آل كيسي قال إيا إسلام وحي أهايب أصل كاسي وريان تفاصيل كتب في كتب السير والمغازي ويكتقين قصة مركة أصل كذا وحي أهايت سند كي تضبادي بعثة سند كي تضبادي بعثة تاريخ الإسلام مركة تضبادي سند كي تضبادي الله مري تاريخ الإسلام تاريخ الهجرة ما هذا تاريخ الإسلام كان ديري تضو مركة أهيد يقريش قوان أدق قارين انت يسن قوان قارين بيس قدي سميون وانت النبي أبو طالب إيما الدين يوحي له هدين أبو طالب هو شاند وقت كاتي إن بدو ما نسكس ورفاتني ويل كان محمد هي أدوك الدين تذي عاية هاي اي قريش بابي اي او ياشي تركي كبر النقضي اي عقلي انك كسم اي قرسي اي انا حولنا هي نقص وقاضي اي وحو نوردها في حرم اي قدر منا انشرين لبكي سوا بطي نقص وريش ان قور عني ويل كان قريش اقيم بضان اي اقر حسن اي اونا رقاثن اي درع بانكو السينين ويل كان أدوك دحل كسادا اسكالي أذا سو أذا كنا حلا هيا هدي وحدي هذا الوجود دلي هذا سو الدين والغو قصاص ويل هذا شوي نبي أوكي أنا أذا بروح صنع قيمة بدا حلو دقماتي طام عنده وحوي بوري ويل كذا نسي أن جور عنه كان جان نوكري نوينو تلا نفتن مي إبرة وضال بلي هذا قريشي وحمل الله إذا إيمانين عقل نو إلى إيمان أرضي سكتك قوام بمركوزة كحريقة انت وحاود رأيت صحابه وكي هجرودين جعفري عيدن كيسو اي حبشة تقين اماني النبض اي كهله عمر با اسلامي ابو طالب واك واسود تاقين يهي قوام بيقاتين مركة اني الدلان نبيك وران دفلو الدلو هوش ابو طالب اقادي ريبني هاشم ايوحو ايهري ريبني عبد الشمس ريبني المطلب ريبني النوفل أفرت تشليب لرعب مناف بسكوير وحول محل ربائن محمد للدلو ويلك أغونك إما ديغا أبيه سوء أركهار أوردنتي أوغي سوء كوريي كدبنا أنواع حلكي سلو وريغي رعب مناف محل ليدي قراشين يدي شيء ربطاي ربنا كان ويكولتشرا أبو طالب حاكو سهاري لبقيس لبتشريب ريبني هاشم حاكو سهاري إي ريبني المطلب لبضع ساكو سهاري لبدو قيس كلي وضد الشيء وريبني عبد الشمسي يرين نوفل قريش بي كبيران راعي أبو اللهب وريبني هاشم حق الرع قريش بالراعي لبضع قيس يا وبان وحي قاتن مركزان النبي قبل ما كان حي اللي يجود لين إن يلف وقاعدان ويقولين قال يو بدني لا سعاد مسلم كذا وافرق وترس وقال مشركينا يدين كه تاجن ساد سباد ويل عدشين اللي يجود لها يا ولا يدين دول ليسنا يا ولا يدين ما كان ضعها يا ولا يدين كان ضعف يا بيكدي منا يا عزة كتجت قبلني ما كنت ضدني ما قال بها هذا إن قبتشرة وداد بان واق واليوم خير قلبي هذا عن فيزو دوانني أنا قام أصعنا قلبي كاس وشركة قيب قليل كوانو تقنى مركزين نو ريتشن هاي نو مرام بابانا في فيزا نسية كوا كلام أتقنى وين فيزا نكرمني أروربان تقنى دوه كنا وين نسية وداد بوحوي لي كوا وقبت قالها كوا شلين بدي آية أذو مركا أقصي مشغولين أيها الإسلام قالوا أيها الإسلام أيها الإسلام ماشا مرك واقوش أي دقين واقد من لبحي شعب بني شعب أبي طالب هل كي دقين الوقو يلوقو دومي هي بني هاشم هي بني المطيئة نبقى يكون دفاع عيين يكون قرين هايين وهي ماشا هل كان مرك وحلوقو دومي المقاطعة الاقتصادية المقاطعة الاجتماعية السياسية وحوال بالقسمي
إلى أي بختك عنا ربنا هاشم بختك وسيفوه قال كود عنا ويكبيه سانتا عنا ودمادين وبورت مك اللمبر يقش عروت روق ذي عروت الجاش ذلوا يسلا كم قلاي فباب بعيد أبو طالب نحنون كان كوكسو جزو جاري ويا لواعها مرقتي أما أظن نول لوقع عندها فمحمد أولها بقول أنت عير بقدم بي صدح سنة لجؤذومي صدح سنة مركي رماتي وسنة كتب نظو باللاباني تضباط سديدات يا سقالات قبل قبيس اللي مري يا أني من ري قرشيد أهايو ريبن هاشم ريبن مطلوب آيك دالي تأبتو مدي نيو حادة شعاتك بنت عبد المطلب بعد شيء نمنا رأوبا اللوها كوار رأبتيال باللوها كوا قبل يكقبين ريبن هاشم ريب مطلب قبل يكقبين ودورة كيسان واي نمباو شعوري كل وقيي وحال يسين صورة قلماها نمنك نمن اسديبها يماها أبو طالب انتو قاتي محمد الله دافم ونمانا وحنا واعب سن صورة قل ما هي هوش حلقة بدل وأنكوز شاك الدافية وحي سيرادك قرن إزاني هوش أنا وحي كقرن هشيس بيقرن ريبنو قريش قريش ريبني كنان وراق بيقرن إن أن عنا قبتين تدقان أن لقى قاده إن يمد نولا ليد يمد حريد أردن بان لقى قاده إن أبو طالب يتلكي إلى أي سودي بان محمد وحي هشيس يصلح الدنبان وسن رحمة إلى أن محمد قور عنه أما نمن كأيضا ماذا؟ ومحمد مع الله كهل وراقب لغو قرأ أنت باسمك اللهم ولغو بالله أسماء إلهي ولغو بالله بي الله بري كد من وراق ذي لقري إلا حرحري كعبة الأحر ذا الله سوري فعلقت من الكعبة وراق سيقيم بانت أتدقوا أنت كتاب ما أنت إلا سمية وعلق سوري كعبة لغو لغو تغير هوش الشيطان لغو نبابين هي الدين إسلام كي وحي تاغير لغو بابيني وحي تاغير هاوشاسي هو سعوتو يسكو ديان نمان كاي ودان أولاها كسابسا إن هاوشان لغن نقضي هشيس كان دين لآنتا يداد نمان حمدا يقول نمان الله بابي صدح سنة أيضا ماتي يجبير نبي قويمد عليه الصلاة والسلام ونبي محمد وراغذي اللي دين كوكو ماشي كعبدا لغا سوري أبور ميلو كيمد أن لغرنين باعوني وحاكنو الكلية وراغ داسي وحي مقع إلهي أها بس بسمك اللهم وحي مقع حسد الله بس أكنو وحي قال لما أها أما قضيعة الرحم أها أما دين حما أها أما شركة ماشي كقردن وان ليفني وان إبر أبور باكشقست باكشد كرؤون إذين تانو المين هوستا وراغ دي وأودا مات ساسها نبقى أبو طالب ويرا ديركي حرادر وحكت سنكو هيا حيولي بين ماذا شيئين ساك قريش وربا قالها يوصر أبو طالب وصور دقاق وركي بوسي أبو طالب نمان ربنا هاشم ودقاق وحس عن كريب وصوك عيست كعبد ويمت نعاد عقل بنب أبو طالب ها قريش مرك أبو طالب وصوص عدو ويفرحي وحيد ويسود ديبين ها ما أنت لقار مالك أن ويديسن لهين محمد ويكفر حين وركي حي أبو طالب ومحاكو كياني حول هذا الدب ضم بنا الأحمر يصدق حسن علاضي يدقال ما ينود حيي رجوينه وده الله وفي عنته أبو طالب حول ربعينه يسكوه بصوراق وورك النبي قوسين شيئين طيب وحول وراق ذي كينا ورواية كقارك وراق ذي السوق هذا بالهرت وحي كقرانا رنج لكن الرواية ذي من إسحاق تيشيجي سائي في عنة تاسن مرية هولان كلا أيضا بينه وحولي وحان ربا صدح سنة ونسكو باب بعني وحو نوانا كالقاني أنقو نوانا ماشا دارتين بالنقيسين إنا وضح الله ديارو آهي لكن عدالة بانساك الربا وما حد ربطا ويلكي ويلكي بني موشيين بول وحو إيشيكي وراغ دي أنقو قويسين الشيطان تاهي إن لغا فرح شي واركا أوشيك هدورن تيون نقضو رأان راعر بول دولمي قانا نقا دايا قريش إذا الكذب وإنا محمد هو كان سنتو هذو بيان نقض وركا السجع محمد أن هي أن وضع يدين كان يجورع الدلاء إرلا أن هذا وقر كفي عن ولي كان ما نعرف هو حنسوق النبي
هدي كعبدو ودغخ اور حقه كيمن هيب اسليايو دغخ وي لا سبدي لا هبيي ميل علا لا قال لا تسيجيد وي دغخ وين مو ابور كسو غار ابور كان وا ابور من الله ما كي قريش تقاني وحيدا هدد هاجاجسي وان اوغلا وراقدي في ودان ارغنو محمد بن نوكيني ساكن وقورعين حلغان لا تغينا وراضي هدلوك لا تغينا وان اسلامينا هيو وديا مخاتي الكا هذا وراقدي هلا كيو وراقدي بالله فور وخ كنول بما جرو وحان كان هين اسماء الهي مش اللي قرب اني اسلام حيدن هذا سحر ابن اخيك سحرك انا ويلك غيرك هو هيد يا سيدان جيالي سحرك سو دولي ورا قعن مخوها قال لي ما يكسي قادن يا مدح اديق يا اني دغالمان المهم اسلام مركب وحب لابطي راد علوس بي كتقت وراقدي نيمانك اولولها ودي الى هوران بو وخو خلدن يا يوان ابور بو اوغانين يا مركب قيل هلي حل باشي الهينا او كلا توري هوران دولن كهيد كما سجينو شر وفي قدي ساس هاي كبر تهشيسك وابابا اي كدبنا ربنا هاشم واصول لابتين مكضي كسول لابتين نبغن ونبط قليل لكن وحير كدب عامل الحزن ما نبغي وكود عايسان كتب مضبو وكي إسراعين أبو طالبيو خديجو واتقرن إيسان كدبنا لصوف الصحي إلي هجرودو محاكو جرى ماشي مهم جدا وحاكو جرى ونبغي قدقى هيا قوش أسوغو اللقوي أولا الظلمي أودينك سلالات دقاء اللامي أولا الدولي استيل لقيي يوحو رب صبانو إنو الدقو أسوغو عزيز ومشرف ومكرم راد كثيرك قال لماذا يدرق ديسي يصالي ديسي وربنا من وترترو وبالإسلام وتحيكو ترترو صادرت الميشي إلهي لقو شرك لقو عابد إلهي غيرك لقو عابد جري إيه كان يصدق آيد أما معبدك آيد أما قوب شركي آيد وحاصونا إلا قد يسو مسايد توحي لا قدس النبي قال سمج عليه الصلاه والسلام واذا ده الصمد ويقان ان مش دانت لو تومو ايه هبين كل لو بردو دمو ايه هلده لو جبيو مخي كو سمين جيرين وياسيم جيرين تي تغان واذا هي كعب صدا ما عرض كلا عيديان في بوديديو قروفيه كره كلا عيديان يا غبدها اي قران لا دول استاغ جيرين مش وي دمتي وارض ميت وهل مولاي دي جيرين قران بي كو اخري جيرين ما كو ياسين بي ساري جيرين ملك هذه إلهي غيرك اللي قاعد عبده ودمانية وبابا هاي حق سبحانه إلهي سبحانه وتعالى كلي اللي قاعد عبده أو إسلام يتحد لغفة فيه مركا وشكري إلهي بقول نبيه أمها النقة هاي ماشي أصغر ولا دليسانة تلكينا يكون حيرين قال إسلام بقول شوقي إنه تقو أصغر ضدك واجي الدلمي يوي له شودي يوي حكفر عمي يوي حكنا الباء أسوي الدبها بليهين إنه النبي قد يقول ربا وقال وكنا الله ذو النعمة إلهي يقول يا قرب هاوشا واي كجرتا حاكله كجرو تكفى ميزان هاوشا يضع دين كإسلام كما كان الظلم منها أيوه أما له قردامين أيوه أما لدعوريم أيوه وحلقة يابا مسجد إن لغو تشهده مسجد قده حقا لغو تشهده نبي محمد يتلكي كعبد وقول برتن كذا كتاب كصوب حشركة جرائد حقيلة دقي الدون كمش أوقف ضد بدن بوك إلهي أبو رجوب تأدون كأوقف ضد بدن وهل كذا الكعبة المشرفة على دقي وراغدي يا هو ذا مشروع على سجى نمنك عرب مركا على دين تنا جا أقول له وضفك إلهي ونقان الأحمسيين حمص بانا نمك دي جرى حلقي يا بمرك الدين تضلن كذا يكو حد جذب كذا يا باب انت اذا ان لو سو مرو احد كمالك هذوك يامن سنين دين تنو اوغو في عين هي سيده الرئيس سعود وادو وحيد كو سمي هذا ريكن يتين ود اوغتين محمد العيسى وحمان دويد ود اوغتي وحلقي يا با شركه ان لو قبطا دونك ميشو فد بدن او اه كعبدا وثيقة كصوب بحده وحلقة يابا بيها السمسم إن لقود دقو كيدي منا كعبدا الله صوره الشيطان يسيدنا اسكي إلالي الشيطان كو وحكوص ومرها يا ميل والبو إزليه والمرسان كرتا مانتا كار كادا مودة وقودة كرتا إن دهات قبان كرتا
هوشا هذا الاسكري الهي وور كان ماشي كسعود ما حكوا كجرا مسلم ك ان لسوب هيست دين المسلمين تا غوينتو دي لا دغالن كودي ديباتين تودو وا كفري حيث تقاسموا على الكفر وذكيسا اي تحالفوا على الكفر وحوري نقلون جري الدماميني في شرع في 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 مصابيح الجامع والكفر ها هنا هو تبرؤهم من بني هاشم وبني المطلب والا يقبلوا صلحا ولا يدخلوا لهم طعاما مجلد كافراد بقولت من يسال كفر قال من اللي يقولون وا معي وقوينت يقولين نبي محمد يو انت اوهي لنا يسي حتى ننك النبي اوهي لنا دينك اوهي لنا المسلمين اوهي لنا قال كا لا دغالك سوى لو قالوا بيا لماذا وفير صدها هذا مسألة دقيقة وي قال با مسلمين تو هيليا او قربية او دفاع او شعل اصيب الله دقال انتي اذا الله دقال لهم هاي كون درت المسلمين تا واتو قالوا بيس هاي دقال قال صار كو قادة ودقال كو قادي مسلمين تا ساسي النبي يقول حيث تقاسموا مكلا قادين على الكفر او نبي محمد يوحي الضبا يستبا هي هل بدن كودنا قال يا هاي اخريا التاريخ ذا بالك اسكا الى علي بداري هي سبق بيكو قشا المهم راي ابن عمر خلفاء ايا كحوك بدن راي هو يدين يا ابن عمر واجبنا ما هي وننكي ننكي اسوق اسما اقتداء بالرسول اسوق مرا مالها انه خيري وناك سمي هو هوشاسي عليس ملها لكن تلقاه لو حوي لو قصدو اي اسكو هيان ابن عمر اسكو هيان اي خلفاء ابن عباس عائش اسكو هيان باب وجوب المبيت بمن الليالي ليالي ايام التشريق والترخيص في تركيه لاهل السقايه وباب هي كبينك كيتوبناد يلا بيتوبناد يا صدح التوبناد ان لا بريون منه وواجب عند جمهور السلف والخلف وإذا دقبنا واجرا وسن راجحنا وإن واجب يهي برك شيخ وحور باب وجوب المبيت بمنا وحور باب يهي إلا عديو منا إلا بري واجب نمت كذا قول ما لبري ليالي أيام التشريق ما المهي البورد كهبه النذوذة إلا بري أوكي طبنك لبي تصدح طبنك يهو الترخيصي إلا سكر رخصيي في تركك تجدي بريطانيا لبريا هي من إن لقد تقول لأهل السقاية هو ذلك حجاج توارابني أهل السقاية وذلك حجاج الزمن كورابية ذلك معتمرين تي حجاج إيمان عيلك بيها كشف بيها ورابية بيها وقيمي وهي عباس باوش أسكالها في الجاهلية عباس بن عبد المطلب قبل الإسلام عيلك الزمن شو بيجي أمد كورابين تري ما كي قريشي عرب سوا حجينا ما يمادان يقوم معتمرين نبقى أدايي طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا نمير وأبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وحدثنا نمير واللفظ له حدثنا أبيهنا دواء ابن نمير كوروا محمد بن عبد الله بن نمير وضيقنا وعبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبيد الله حدثني نافع بركنك الله يرادو أبو أسامي وذات كان دمو بأسراع هاي مرنا ويلك محمد عن أبيه أمرنا أبو بكر عن أبيه حدثنا نافع عن عمر أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عن استأذن وحو إذن ويديست رسول الله رسول كلاهي والرخصة ويديست إذن يفصح أن يبيت إنو بريو ليالي منا هبينها منو بمكة مكة إنو بريو هبينه من اللجوق لها إنه مكبريو أيو نبي كعوث صدي محوق عوثي من أجل سقايته ورابين تتطلق ورابيه وبيها زمن وكدر جيو فأذن له والإذن قرمي ماذا بعد المنع لما أقوله ويقفك حاجيك إنه بريو مكو هبينك كو يتمناد يلا بيتمناد يصدح يتمناد وإنه من الجوقه
بريانا وحالة ما بريدين إن لا بريانا وحالة إذا هذا إن هذين كي بدن كي أتوك تمش هذا أنت ساعات سوي سكت حيوكوشة أتقد المط ما أنا بريين هذين كي بدن كي أبر عويس ذي وإن مشى ويوكو بري هذين كي بدن كي وين أتوك عرف قال له علنيا هبل مشى وابري قرمال الله رنهايا هبل حالي حقيبه تشوغي حالي ودنبو نلت تشوغي مر دنبو سادو يسولو يدبو التقادل ودو بريو حالي ودنبو أنبو نلت تشوغي حالي وشيدا هبينك بدنكي قولي وحيدا ساعات هدو يستاقوا يكفي هولاهاس لغانا مكينا يسو عرفنا مكينا هايو طيب ساعات هدو اللي تشوغي عباس من إذن ويدستين إذن الإذن بعد المنع بيمادا والرخصة وحيكسور جد العزيمة العزيمة والترخيص ساس مركز نووي ترجمات في عنبه كسر والترخيص في تركي ترك المبيت لأهل السقاية أي بعد المنع وحدثنا إسحاق بن راهيم أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي وحدثني محمد بن حاتم بن ميموع البغدادي وعبد بن حميد الكسي جميعا عن محمد بكر البرساني الأزدي أخبرنا جريج وحن أم وحن بكر ومن جريج الشيخ وصنوا هنا ولي أن صمر صحيح ومسلم بلدبها الله فيري وذات كان مدبتها قي كلاهما عيسى ابن جريج عن عبيد الله بن عمر العمري بهذا الإسناد مثله سنة كادة صمرتين بأسوك لكور شينو دي سنة كادة وحوها عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وحدثني محمد من هال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع البصري حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس وحانها نلفر ابن عباس عند الكعبة كعبة عبدالله نلفر دي بكر بن عبد الله المزني مركة ومن التابعين الكبار ابن عباس بوحان لفر دي بوري عند الكعبة فأتاه عربي نرمي أويمد رواية حدثك أولي فجاء عربي إلى السقاية فشرب نبيذا نرمية أي علك يمد مركز بيلغو درى التمر بالسي وزمزمة ومركز لما عاني مكوي بيخراريت بيضناء بيخرار بيلا إلى أنجرتي علك زمزم بإله معاني زمزم وعلوسي هاي ومكت أمان تدر عبتين وكترقال لغيابا ولا ير معاني انجر مركز زمزم سبيب قدر صدى ينن تمر كو يرقوشا ينن عانا بس كغبرحا طيب حن با لو دخري جري مركه روحا لا حرمين يدي طيب جاء عربي الى السقايه فشرب النبيذ فقال يحور ابنك رميقها ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ رمي موقت وسك قلفسن هاي ابن عباس مسكل الله وحور ابن عباس سؤال بنكو ودي ما اللي أرى محن أركاب وربني عمكم المديرتين يسقون الناس تدك أول رابينا يان العصر واللبن تدك وحي ورابينا وسيان عن إيوه ملب بيها وقدرة وأنتم بدون كنا تسقون الناس ويدك وحثينا يسان وكو رابينا يسان حجاتي معتمرين تعيل كي مادة أما سمسم بيوصدون النبي ذا بطينا يسان بيه القدرة تمر لغوقو شيء أما الزبيب الغوقوش كم مكوحي أبناين تمرت أبناين سيدا سويد قال كوكه لي ما لي أرى بني عمكم وذلك الشارع علي وحنمين ابن عبد الملك لأيهين صح ما وحوى رئال معاوية رواية أحمد بعض يسئيهم أبي عوانة يا أبو نعيم مركة مسلم أخرين يسا أما أصر حيسو لبضى كتاب وإنه كم مراجع يسو ويحد الله يو مستخرجات فربضان باجري على صحيح مسلم لكن هذا وحي نسوه قاري ضمي استرنوا مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم هي مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم طيب هي جمع بين الصحيح وذاتك أبي الحداد ولي أبو نعيم الحداد أصلا مطبوع وي كتب تاسي حكوشي يوم حيوف فربضان رواية إبهام كتشرو اختصار كيومي في صحيح مسلم باتكيه ليسا إنا كو عبدالي أنا يكون شرحان وحيولي بالعرابي وما ما شانوا آل معاوية ما شانوا آل معاوية يسقون الناس الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ حديث قال صدح كن شنبقل
لباتني شديد بالرواية فقصنا كتب في مسند أحمد أبي عوانة صدح كن صدح بقول طبعاً يستقال أبو نعيم بن مجاهد كصدحات صدح بقول يستقاش وركاسو الشيء رواية مركة ابن خزيمة إنه وحف عينه قدر طيو حل قال الله إيمان ابن عباس إنك رمي وسؤاش على قويدين أيه وحل الضمبو ابن عباس ويلي ونربي علي حلو ونربي علي وذاك بعدما ذهب بصره فقال علي بالرجل فأتي به هذا ابن خزيمة سوى ربي علي وركي باسو طوري انتو وركا طوروس كدقاق حرهد بين عباسو محايدون كدتك أسسا بيغمدو القدر أي زبيب أم القدر أي تمر المأذيرتي نددك عانية ملب بيكدرشيانية هولي سيا طيب ايه وحيي لمركة أم من حاجة بكم باهيدن هيسود قعن يرام بايدن هيسود دن بايدن رشاكتي دن بهالك هيدن لكت أم من حاجة بكم مباهيدن هيسدرت يدي وحلقان بادتك بيها ومدوسي نيسا أم من بخل النساء قعن ريك بلدراتين با مبخيل لما إذن دكتي دن حمر قبطان مسيه دور بهالك هيدن لكتهات لبضع ورب ومشك يعني وحكى مسوي رجال هاي لأن المدينة تواكون هوش هيدل ضل هاي إذن كنا لكنا نفرد ذا مرك الله كيان الله سوق بتحور فقام عباس الحمد لله إلهي باب مهض له ما بنا من حاجة وحبا هي أن ما هيسو ولا بخل قعنا ذيقنا وما نرى أنه دير ابن عبد الدرب دد عين دير سيار ولا يقعنا بغرشات المامان لكن وحبان كوشي هاي رحل باندبتشونا إرادنا بمحمد باندبتشونا قعن يراني قعنا ذيقنا قماءها قطوع نما نجماها بخيل نجماها ضن النمر دقيقة وحلو بنهلي كراي سيد عباس ابن عباس حلي قال من أغنياء العرب وها حلب ضنبولها وسيق حتى تابعي نصر بن عمران وإن صمر وحريس نص وكل جوي هي درت قدم النبي على راحلتي حجة الوداع بالنبي وكيمت هشيس سوق وصار قدم النبي نبي محمد سوق لما كو سوق على راحلتي على ناقة هشيس سوق وصار وخلفه أسامة أسامة نزيد ولا فنقشاش ولا سارين ونقى صمر هذه فاستسقى ورابيه جنبك حيل كبير هلا يوراب شو يجي فأتيناه وحنوك إني نبيك بإناء من نبيد ويل بيئه النبيد كجرا أوك إني بإناء من نبيد نبيد كمركوا بيئيو تمر لا يسكت دراي أما تمر إيو نزبي بيئ لا يسكت دراي أنولي أن كرنو حل حلق السرقان كأن قارن لم عيئون لقبوا شيء أنقوا سرقامين فشرب نبي قوا عبي وسقى فضها بلسنا وحوسي أسام النبي قسي وقال وحونا إلى مركان سدايا أحسنتم واد وناجسين وأجملتم وان قرحسين كذا فصنعوا سدايا أنت ضمبنا ومضى سدايا وتمرك قدرة ووحك قدرة فلا نريد مدون إنه هذا ابن العباس نهاي تغيير ما أمر به رسول الله إن بدلوا والنبي قلنا فري ويكاهز بعد الرمي باتاي أن أقول لهاي وأمن كان سكوا يدرها أنجيو طلك أيو طيب وحكوا في الآن تدوره وشان من حلبة حقيقة كنتين سؤال مودي معيدا بخيل بايدين قيس مثل تبردرها إذا هيسو قعن مثل ويدين قارانا وعربا ينير نحق على محمد شكل طيب مدهم محاوش القصة ما ينسى عالم ويل وقرن هيا من سؤال ودي دينت فلا نريد مدن التغيير ما أمر به رسول الله رواية مركة ابن خزيمية يا أحمد يا أبو عوانة هكذا فاصنعوا كذا فاصنعوا بايدين لأن هذا مسلم أصدقوا هكذا فاصنعوا سيدا ييلا سيدا وحكوا هذا أمر كاسو حكافة من ابن العباس حي إلي حاكينا الواحد كوليه في خارج الصحيحين مركو نبي ورابي يجري يعباس وحوري فضل إيه قص من الله الله إيه يعرب أرضه إيه من الفضل نبي وحوك ينتان عانو وغك هنا نبي وحب ما عانا مرة وحوري وغك هنا بي ملب لقود دري ما يجري كون هذا السنسة اسقيني مما تسقي به الناس إيه ورابي أما يسي ذاتك واحد سنسة ما أقول عانا إيكيني ما يجري بي ملب لقود درينا مرة ملبنا مرّب ومضى مسلم كواحد سنة سنس وكم يفهم النبي ونسمر كأوسن وشيء وحكدوان
ummada in la siiyo markuu diiday yey biyaha nabiidka ay siiyeen marka wuxuu ibn abbas mar rabna inaan doorino haw nabi nooga tago dhaxala raad nabi maxamed baan hayna warkadan iska raqiiska ila dhaaf buu yiri tay qadiyada marka iyaga weligood buu marka lahaayo ummada u hayn jiray idan waxa halka ku jirta al mabitu biminan ayyam at tashriq inay waajib tahay lagana tagi karin ninka ka tagana xudur daar la nooga tagana oo maka iska bariya ama meel dhax iska seexdana u hee dhiig laga rabo maxay la waajib laga tagay xudur daar la'aan dhiig baa lagu kaba dhiigga waa lasu khilaafsan yahay neef adhoo la gowracayo iyo maye masaakiin la quudinayo dhiig haddii la yidhi neefka adhiga u yaraan baa ugu munaasabsan qolaha yidhi waa sunno daliil xog fiican ma haysta qolaha yidhi ruuxu waa khaldamay dembi buna ku dhacay dhiiggan lagama rabana rayo daciif weeye qofki cudur daar uu ku yimid xanuun baa kugu yimid siqayatu lxaaj baad mas-uul ka tahay sida reer bil cabaas oo kale matalan xoolaad raacdaa oo foofisa oo soo dheeranta oo ma iman karti mina ma iman kartaa habeeniya ayaa mutashriqa cudur daar sharci ruuxi leh asagu wuxuu la xugum yahay cabaas ibn cabdilmualib buu la xugum yahay laakiin waa masala khilaafiya bayna salaf waalkhalaf ma cabaas bay khaas ku tahay waa khasaa'isu alcabaasiyiin mise waa la wadaagaa licumuum alcilla cabaas dhibkiisa oo kale ruuxa haysto matalan qolyaha xujaajta u adeegoo kale isay hawsha u wadaan kan fiisa u dhammee kan wuxuu hagaaji mid ka soo qaad isbitaal xanuunsan oo yaala isku habee yaa gobolka ugu dhacaya isu orday waaga barya isagoon weli aan gaadhin mina aan tegin ma cabaas buu la xukum noqonaya waa masaa la isku hayo niman camimay baa jira oo cumuum alcilla fiiriyey nimanna waxay dhaheen yaan la dhaafinin labadaasoo aroortay cabaasoo waraabinaya ummadda iyo ciddii la halmaasho isaga wakiil ka ah iyo qolyaha xoolaha raaca oo geela foofiya soo dheelmay aan ka soo gaari karin mina aan iman karin nimanna halkaasay istaageen idan waxaad moodaa in tacmiimka laga dhigo in tacmiimka lagu daayo cillada haddaan wax diida la arag cillada la maro baabuma صدح بريء يا شيخي ها ها نين كان تعجل ينهد نين كان تعجل ينهد صدح صلى قربه باب في الصدقة باللحوم الهدي وجلودها وجلالها باب يوحيد إنك أقول نوية في الصدقة باللحوم الهدي إن الله صدق يستو هدي هليب كيسي الله صدق يسنكرو حولها تقور عدين مالك أطمنا تقور عيسان ما كانت قارنين تتين أما متمتعين تأتين ama aad u soo kaxayseenba hadii bayt illaahi alxaraam u soo kaxayseenba in wax laga sadaqaysan karo iyo wajuluudiha harkaheeda iyo saanteeda iyo ayadna la sadaqaysan karo iyo wajilaaliha heeryadeedii jilaalku waa busti ama go weyn oo quruxsan oo geela hadyiga dusha laga saaro oo lagu soo dado jirida iyo qoraxda iyo milicda iyo waxaasoo dhan lagaga celiyo meeshaad ka soo xarmatay geela ka soo kaxayso yaa kor ka soo saaraysaa miro weyn oo teendho oo kale ama busto weyn oo kale oo quruxsan haddii la doono meesha kurisku aadan baa laga dulela marada weyn say oo kala dhacda ritiga ama neefka geela xaggana isoo oga dhicin maanta dhan buu saaraan habeenkii marka la gaaray xaggan la guuraynayo ee laga boqo dharka iyo muryihi inuu geedku la haro waa laga dejin waa laga qaadi waagu muku baryo hadday wax la arka hayana waa lagu celin markaa la soo geli geela hadyi uu ku raaci uu kula socon carafu kula aadi musdalifu kula imi intaana waad ku wadi waxaa laga dejinayaa maalinka la gowracayo ah yowmu naxar xataa yubluqa alhadyu maxilla qadiyadii baa laga hadlayaa marka xadadna yaxya bnu yaxya qaala akhbarna abu khaythama زهير بن معاوية الجعفي عن عبد الكريم يعني ابن مالك الجزري عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري الكوفي عن علي من كبار التابعين عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال وحول السحاب قاس أمرني رسول الله رسولك إلهي بإفري صلى الله عليه وسلم أن أقوم إن أستاغه على بدنه قيليسي قيلي هديقها inaan ka shaqeeyo anigu raaco oon ilaaliyo oon keeno oon wado inuu nabigu ifaray geela badankii nabiga madiina kala yimid qaybna waxaa kala yimid cali baa yaman kala yimid boqol halaad ba isla ahaayeen
وانك سو مري لحدني صدح حالنا نبيك غورعي عليه الصلاه والسلام لحدني صدح حالنا نين سومالي مغورعي كرا يا توان نفاري مغورعي كرتا قيل اسك بداي توان نفاري تبر حمدين انا اقول مع لحدني صدح النبي غورعي عليه الصلاه والسلام وانا ترضى كل انت صوبون عليه الصلاه والسلام وانت كوغير يوسف نبي صدني تضبانا وحق غورعي علي علي بن غورعي وانا تصدق عفوا وانا تصدق ان صدقيست النبي فرق باللحم يا هيلي بكذا ان صدقيست على المساكين وجلودها سانتيدي اي مقاركيدي اي واجلتها هيريديدي الاجله جمع جل جمع جل وانا كساء يطرح على ظهر البعير وامروي بسطياش يدي دركي دوي هيريا ما بسطش لحسن بسطان سميد ارق كرباء لو هوس مري قبطل كي هيريدي كرباش كدي جتنا يرجل حسنا ها سنه في قبحن كوالد يحرقون وقبني عينك كاسوي وجل حسن وقروح سنه ولك لو قورن واجد دم مركي نيف كل قورو دركا قروح سن قريش مسلمين تو كعبده يهون جيرين كعبده لا ساري جيرين واجد دم كعبده درغون لو سميهي مركو حي سلف كسمين جيرين وي صدقيسن جيرين مساكين لو صدقيسن بوستيال بي كدغن جوجل بي كدغن غريي كدسني نول بعد هوشيس ما عدا الله دقي معي وحكم نبي أفرأي وأجلة هيرية ذي أما درك هذه جمع جل وايدين شيء وألا عطينا نسيني بنبي أفرأي الجزار كوان لها منها من لحوم الإبل نيك كو قيل جورع هاي الشقالة هو شقين هي أيام عفوا جزار كذا نبي جورع هيرية كبحنا عفوا سانتا يهلك وحمني سكر جرجرة هاي إن أنا نسيني إنك قالها يا أنا نسيني هي هيلب مسين كرتيد طيب قال نبحو نحن نعطيه من عندنا المعاوضة بمشي كسر بودي نينك با سانتك بحي النفكي هيلب كيف قال ترتري سيف عم بوقله أظن واد برئيسي كدبنا واحد باتيس هيلب باتيس معنى دوام معي شغلة أديق بطي بانك قدرنا يا هيلبك بيع بمشي سوق لي هدي قادود إيبس قيب كمد عاد إيبسي كون إيبس تشغل وقبطي بماشا كصبحي والبيع والشراء وممنوع في الهدي ولا ضاحي لما قالوا وحد لا يسوى هدي يسوي ربي بان سيسي قيبنا وإيبس سكيري ما هي ربي بان أهدي ربي بان سيي قيبنا وان إيبسنا يا لما قالوا نحن نعطيه أننا كسينينا من عندنا شاب قيبنا نين كان نافكا قلي يهلبك واحا واحي شرشري سانتي نافكا كبحي سفع الوهبي أنك خرش كيس السينين مش قايد سنك السين شاب كانك هلبك وقوني وحدثنا أبو بكر نبي شيبة وعمر الناقد وزبن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بدل الإسناد مثله عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بليل الأنصاري عن علي وطمر تنادي مركة ابن عيينة ماشي قصة قرده ومتابعي ومتابعي أبو خيثم صومة أبو خيثم مثله بوشي ابن عيينة الشيء حديث كحديث لمث حدثنا إسحاق إبراهيم أخبرنا صفيان ابن عيينة وقال إسحاق إبراهيم وحول أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرنا أبي وهشام بن عبد الله الدستوائي كلاهما صفيان إيو هشام عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي عن مجاهد بن جبر عن نبي ليلى إذن عبد المالك الجزري هذا واحد من التابعين ونبي النجيح عن نبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما حديث من حديث هشام وصفيان بن عيينة كمجر أجر الجازري أجر الجازري نينك النافق قال هاي مش خايد دي سوء نحن نعطيه من عندنا نبي قحوئي فرائنا قيلي سئلاليو راعو هبيو هلبك صدقيستو هرقيه دي سانتي دي صدقيستو إيه دركنا أم بحيو وحونا يفراي نينك نفكا قال هيا هبينا إنا نوحبه هلبك كسينين انت سوق قابس دي كما دارين نحن نعطيه من عندنا الجازر وانينك نفكا قال هيا والجازر
والجزر لغة القطع جوجينت أن وحلا ترى لينا القرنيسا. وحدثني محمد حاتم ميمون البغدادي قال ومحمد المرزوق الباهلي وعبد بن حميد الكسي قال عبد وحول أخبرنا وقال آخران حدثنا عبد بكر البرساني أخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرني حسن بن مسلم بن يناق المكي أن مجاهد بن جبر حسن بن يناق بوحم مطابعين هيا نينك الأورنجري ابن أبي النجيح إيو عبد الكريم الجزري كلهم عن مجاهد بن جبر وأنه صوم الرأي أخبره وحوشك المجاهد نك حسن ليداد أن عبد الرحمن بن الليل الأنصاري التابعي الجليل أخبره وحوشك أن عبد أبي طالب أخبره وحوشك وذلك مجاهدها أن عيب طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حقوق أن أبقوا فريبا صنعوا الشيخ أردقيس عالين أردقيس أشيخي على أن يقوم على بدنه جمع بدنه على بدنه قيل قورعا بدنه وحالة إلى قيل هديقة إلا قصوا كحيو ماشا تقصوا حرمطي هذا ما كقدت جزور بان لك هذا وقيل أقول لابد هو هدي من نكر بطلات تمت يماشا تقصوا حيث تحجك عمرضه بطلات تمت وبدن بان لك هذا أما بدنا لك هذا جميع سنة بطن بالله هذا من ما كانت كيبسة السيدة ديوه وحلا هذا عرفا لا هذا يلقى من لا هذا كجزور بالله هذا والله من نف وكل بدلا حالته كلي يقبض لكن في اللغة جزور قيل أدم بالسكيد هذا ولي بقيله بربورنا اللي هو طلق عليه لسكوب بانتوك عليه بالسكيد هذا لكن هذا حساس على اللغة لصار مركب مناسك تلا مرة يو وأمر وحوى أمر أن يقسم إنه قيب شو بدنه أي لحم بدنه وجيل سيلب كيس كل هذا ما هو قيبيه وأنه صوم الرأي إنه النبي كفر حديث جابر الديرة نف والبع بقول كاهلات مد والبعد إن لقى سوق هذا دكسوين لقوة ذكريه مرق النبي وكعب به لكن عقونا هذه سنة لكن هذا مر بقول هذا كيف عد لقى قال هذا وحوى كبار عن وحوى كبار عن يدي تسكر والله قيبي أن يقسم إنه قيبدنه كلها أي لحومها هلب كذي وجلودها صانت هذه هرك هذه وجلالها نرك هذه هيري ذي حق يلقوا قيبنها يا في المساكين وعند ابن قسيمة على المساكين في ذا هنا وبعنا على لكن دملا في المسلمين تلقوا مساكين تلقوا بحنا يجوده هذه كرك هذا واسكمين وسمعه الوجه ولا يعطي أوصا سينين في جزارتها قور عيدي في جزارتها جزارتها أنا والله أخريا جزارة نما وحي في ريان وحي مشقايضة يؤجرة حق مسادتها ما كان مرة يسون فعالة لغوكينا حمالة اللي دادا حمالة ننكي سهل كافيري وحولي ولا يعطي في جزارتها أبو أخرنا أي في عمالتها شغلات قبطه فلكات سميسو قعنت هتقاطو وحي لقاسي أبال قد أيا عمالة اللي دادا بيربط إيفا شي قالوا كم كانت الجوغان حير قولي معالي هذا مشقايا دي مشاركة دي أجرة دي إيو وحال جورناتي قد مان قال شقي ستو عمالة اللي دادا عند العرب مركة جين كما لقودي مسوى اللوص دي قبال لسكوها نمانا وحي إيلا ما جزارة دو هلا مريق وحي حرف كأها مسادير حرفة كوي مادن محلو فعالة لغو كينا صناعية تجارية إمارة محط خياطة حياكة اللي دادا حرف كوي دو الوصد وحي حرف أس غالبا مرر يربع لغل اللي حدو الله كوربا كوكالة ودلالة إيوه وحي الله المال مرر يربع لغل اللي حدو قياس لغل اللي حدو آم بطني نينك مركز جزارة يلينا وحوف في رئي وحرفت شق ونينك انقبطي شقه دي مقع هذا المحل هذا جزارة وإن ليلة هذا نينك وحوف في رئي وحي لقى قادنا شقه ده جزارة يلي خلافك واجرة لك وحافي عن ومحفوظ الحركة يا جزارة وانا صنع أنا إيدي قان إذنك واحد إيدي قان إنت الله ولا يعطي أوصا بحين أوصا سينين في جزارة قور عيدي لقور عدرتي شيئا منها وحكم إذا هيرب كجيل أن أصلا سنين جزارك جزارك وحكم إذا هيرب كلام سين كرو أبو أبو أبا الجودية فلك يشقاض وقبطي أنا جاب بحنا النو وحدثني محمد حاتم قال حدث محمد بكر البرساني أخبر مجاهد عبد الملك أخبر عبد الكريم ابن مالك الجزري أن مجاهد بن جبر أخبر أن عبد الرحمن بن ليلى
الأنصاري أخبره أن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فذكر بمثله يا شيخي فذكر بمثله وحاشيه يا هذا حديث كحديث لمده شيخي نك لغيده عبد الكريم بسوكر عبد الكريم عن مجاهد هنا له رام وحوها حسن ابن مسلم عن مجاهد بخاري وصحيح كسوساري بهذا السند وحير بكل دويه باكم يا قدر كرا الله سبحانه وتعالى أعلم.